شراء مختلف الصيغ السكنية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بصيغة التمويل الإسلامي أصبح ممكناً بعد توقيع اتفاقية شراكة مع القرض الشعبي الجزائري ضمن الاستراتيجية الرامية إلى تسويق منتجات وخدمات مطابقة للتعاليم الإسلامية. قام البنك بإنشاء شبابيك خاصة بتسويق مجموعة من منتجات الصرافة الإسلامية المتطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية استجابة لرغبات فئة واسعة من المجتمع خاصة في مجال اقتناء السكنات. الواحد اللي عنده قرض في إطار الصرافة التقليدية يقدر يحولها للصرافة الإسلامية. وسجلنا إلى غاية اليوم أكثر من 10,200 مكتتب لم يتمكنوا من اقتناء سكناتهم بسبب عدم التمويل. وعلى هذا فإني أدعوهم للتوجه إلى وكالات القاضي الشعبي الوطني المفتوحة عبر الوطن لتمكينهم من الحصول على مساكنهم الجاهزة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف. ضمان جودة الخدمات وتنويع العروض يقابله متابعة دائمة لمدى شرعية المعاملات تحت إشراف هيئة الفتوى الشرعية للقرض الشعبي الجزائري التي تراقب كافة أعمال الإدارة للتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. نحن في أمس الحاجة إلى توفير البيئة المناسبة الكفيلة بنجاح تجربة الصرافة الإسلامية من خلال أمرين أساسيين، من خلال القوانين، تطوير المنظومة القانونية الكفيلة بترجمة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة عمليا، ومن خلال أمر آخر أيضا مهم هو الجانب الإجرائي لبروسيدور، الجانب الإجرائي الذي ييسر تسويق المنتجات الإسلامية. منتجات الصرافة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري تهدف إلى تقديم عروض وخدمات تستجيب لرغبات العملاء وقناعاتهم بما يخدمهم ويخدم الاقتصاد الوطني.